والابن والروح القدس الله واحد أمين سنكسار اليوم الخامس والعشرون من شهر توت المبارك أحسن الله قضاء وعدوا علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأسام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين في مثل هذا اليوم تنيح النبي يونان ابن أمتاي من سبط زبولون وهو من جد حافر بالقرب من الناصر بالجليل وكان في أيام عام الثاني ملك إسرائيل الذي ملك بين 783 إلى 743 قبل الميلاد ويقول عنه تقليد اليهود إنه ابن أرملة السرف الصيدة الذي أقامه لي النبي من الموت ملوك الأول اصحاح 17 وكلمة يونان في الأصل العبري يونا معناها حمامة وقد أمره الله أن يمضي إلى مدينة نينوى تقوم الآن مدينة الموصل بالعراق مكان مدينة نينوى القديمة بالعراق وينادي أهلها ليتوب ويرجعوا إلى الله إذ شرهم إلى السماء ولكنه خالف أمر الله، فقام وهرب إلى تفشيش هي ترتيسوس وتقع جنوب أسبانيا قرب جبل طارق في سفينة فهاج البحر حتى كادت السفينة تغرق فخاف كل من بالسفينة وطرحوا الأمتعة في البحر وصرخوا كل واحد إلى إلهه أما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة ونام نوما عميقا فجاء إليه رئيس النوتية وأيقظه قائلا: لماذا تنام؟ قم اصرخ إلى إلهك لألا نهلك ثم ألقوا قرعة ليعرفوا بسبب من هذه البلية فوقعت على يونان، ولما سألوه قال: أنا عبراني هارب من وجه الله، فقالوا له: ماذا نصنع بك ليهدأ البحر؟ فقال: ألقوني في البحر فيهدأ، لأني عالم أنه بسببي قد حدث هذا النوء العظيم، فأخذ يونان. وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه في الحال أما الرب فعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي وصلى يونان في بطن الحوت صلاة عميقة مذكورة في سفر يونان الإصحاح الثاني وبعد هذه الصلاة قبل الرب توبته وأمر الرب الحوت فقذفه إلى البر ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قم اذهب الى نينوى ونادي لها بالمناداة التي انا مكلمك بها. فقام يونان وذهب الى نينوى ونادى فيها قائلا بعد اربعين يوما تنقلب نينوى. فآمن اهل نينوى بالله وتوبوا توبة حقية بالصوم والصلاة والتذلل. فلما رأى الله توبتهم الحقيقية رحمهم وغفر خطاياهم ورفع غضبه عنهم. وبعد ذلك رجع يونان إلى أرض إسرائيل واعتزل في مكان قريب من مدينة صور بالشام إلى أن مات وعمره حوالي مائة سنة وتنبأ في أيام آموس وعزية ملوك يهوذا بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيها أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد قديس موريس قائد الفرقة الطيبية التي انتقلت من طيبة إلى مدينة أجانوم مدينة بسويسرا حاليا هي مدينة سان موريس بمقاطعة الفاليس لإخماد ثورات قبائل الباجود وكان عددها 6660 جنديا وكان الإمبراطور ماكسيميليانوس يقيم حينئذ بمدينة أكواتادوم مدينة بسويسرا حاليا هي مدينة مارتيني فأمر قائد موريس وأعضاء الفرقة بتقديم الذبائح للآلهة قبل الهجوم فرفضوا جميعا إطاعة الأمر، فأمر الإمبراطور بقتل عشر الفرقة لإرغام بقيتها على طاعته، وعند ذلك تزايد حماس بقية الفرقة للتمسك بالإيمان المسيحي، فغضب الإمبراطور أكثر وأمر بقتل عشر المتبقيين، وكان القديس موريس يشجع الجمود على التمسك بإيمانهم مع إعلان ولائهم للإمبراطور. ازداد الإمبراطور هياجًا وأمر بإبادة الكتيبة الموجودة بأجانوم والقيام بتعقب بقية كتائب الفرقة الطيبية في مواقعهم بسويسرا وإيطاليا وألمانيا. أما القديس موريس فنال إكليل الشهادة ومعه الكتيبة التي في أجانوم والبالغ عددها خمسمية وعشرون جنديًا. وكان الرب يجري العديد من المعجزات من جسده الطاهر حتى آمن عدد كبير من الشعب المتواجد بتلك النواحي واعتبر قديس موريس هو شفيع بلاد سويسرا وبنيت على اسمه كثيرا من الكنائس والمؤسسات الاجتماعية والأدوية وفي يوم 18 توت سنة 1703 للشهداء 28 سبتمبر 1986 ميلادية استلم مثلث الرحمات قداسة البابا شنود الثالث البطريرك المائة والسابع عشر جزءا من رفات القديس موريس حيث يوجد حاليا بمنطقة الأمبر ويز بالعباسية بالقاهرة بركة الصلوات وفلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين